العراقيين عارفين انا بحبهم ازاي، يعني الجمهور العراقي جمهور جميل، اتمنى للعراق كل حاجة حلوة، اتمنى للعراق تقوى اكتر واكتر وترجع احسن من الاول. بحب الجمهور العراقي قوي، وكنت لسه قريب في العراق واتمنى ارجع تاني ان شاء الله عن قريب. بهذه الكلمات عبرت الممثلة المصرية داليا البحيري عن محبتها للعراق والشعب العراقي، وذلك إثر زيارتها الخاصة لجناح شبكة الأعلام العراقية بمعرض الأزبو للإذاعة والتلفزيون، حيث كان باستقبالها مدير قناة العراقية العامة الأستاذ نوفل عبدهش، وناقش الطرفان إمكانية مشاركتها بعمل درامي عربي من إنتاج الشبكة. اليوم الثاني على التوالي الجناح العراقي زاخر باستقبال الفنانين العرب لزيارة الجناح العراقي، وكذلك المنتجين وبعض الشخصيات والمسؤولين في بقية الدول الأخرى، وهذا دليل على أن الجناح العراقي هو جناح زاخر بالنتاجات، وأن شبكة الإعلام العراقي هي مؤسسة ترتقي إلى مستوى عالي من الحرفية والمهنية العالية. أنا أتحمس جدا لأي مشاركات عربية فنية، لأنه أنا بشوف أن إحنا حلمنا الكبير أن يتحد العرب وكلهم يتفقوا. أنا شايفة أن الحاجة الحقيقية اللي يقدروا يتفقوا فيها هي الفن، ويقدروا يشاركوا فيها، بعد كده ممكن من الفن نتفق في حاجات تانية كتير. فأتمنى أنه يحصل مشاركات عربية، يعني يا ريت. من مصر أيضا كرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الممثل فتحي عبد الوهاب الذي تألق بظهوره في مسلسل قيامة الحشاشين، كما كرمته شبكة الأعلام العراقي بهدايا تذكارية لدى زيارته لجناحها، وكان لنا معه هذا اللقاء. عندي كثير من المتابعين العراقيين الله يسعدهم، والله يعني الله يسعدهم ويوفقهم. أنا أحب العراق وأحب الشعب العراقي جدا، وأتمنى أن أنا ألتقي فيهم قريبا إن شاء الله بإذن الله. يذكر أن المهرجان قد كرم أيضا خلال حفل افتتاح الدورة 24 الذي أحياه الفنان راغب علامة ثلة من الفنانين العرب، كالفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات والممثلة السودانية إيمان يوسف والتونسية سونيا بن بلقاسم، إلى جانب المخرج السوري سيف السبعي. شبكة الأعلام العراقي ليست عضوا فقط داخل اتحاد إذاعات الدول العربية، بل هي شريك فاعل وواحد من أهم المؤسسين لهذا الاتحاد، كذلك كما يقوم الاتحاد بتكريم واستقبال الضيوف تفعل كذلك الشبكة. انتصار شلي لصباح الخير يا عراق، تونس.